حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة لها على ارتفاع بلغ دولارا وواحدا وستين سنتا ليصل إلى 91 دولارا وواحدا وسبعين سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4 دولارات و31 سنتا. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة لها على ارتفاع أيضا بلغ دولاراً و61 سنتاً ليصل إلى 94 دولاراً و66 سنتاً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4 دولارات و30 سنتاً. هذا وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 73 سنتاً ليصل إلى 93 دولاراً و93 سنتاً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3 دولارات و27 سنتاً. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضاً بمقدار 61 سنتاً ليصل إلى 90 دولاراً و77 سنتاً للبرميل الواحد، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 5 دولارات و22 سنتاً. أكد باحثون ومختصون اقتصاديون أن غياب الحسابات الخدمية في العراق شجع وساعد كثيراً على هدر الأموال العراقية بعد عام 2003. وبحسب المختصين فإن غياب الحسابات الخدمية إجراء مقصود تتبعه الجهات الحكومية المعنية رغم المطالبات المستمرة بضرورة حضورها كآلية حسابية ضابطة بين الداخل والخارج من الموازنة السنوية. فمبيعات الصادرات النفطية العراقية منذ الاحتلال وحتى السنة الأخيرة وصلت إلى أكثر من تريليون دولار بحسب مصادر حكومية، ما دفع للتساؤل عن إنفاق ما يزيد عن تريليون دولار، والبلاد تواجه انقطاعات مستمرة للكهرباء وتخلفاً حاداً في التعليم والصحة وجميع الخدمات الأخرى. وفي خبرنا الأخير، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة في محاولة لمواجهة التضخم في منطقة اليورو، وألمح البنك إلى أن معدلات الفائدة قد وصلت إلى مستويات ستساهم في خفض التضخم للمستوى الملائم إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة. لكنه أكد أيضاً في بيان مصاحب للقرار أنه رغم استمرار التضخم في الانخفاض إلا أنه من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. الموجز الاقتصادي بأمان الله.